تشققات وانهيار جزئي للجهة الشمالية الغربية من سور قصر الكثير في مدينة سيئون، أحد أكبر القصور التاريخية. المعلم البارز بني من مادة اللبن والطين، وهو ما يزيد من مخاوف انهياره مع استمرار موسم الأمطار هذا العام دون تدخل من الجهات المعنية لسرعة ترميم سوره الذي أصبح مهدداً هو الآخر بالسقوط في أي لحظة على الزائرين. مع كل مطر يبدأ بالتزايد هذه التشققات، وقد تنهار وتسقط فوق رؤوس المارة باتجاه الجامعة، وقد تضر أيضا بجدران الجامعة بشكل عام، وقد تسحب معها الجدران الأساسية من الركن الشمالي الغربي للحصن نفسه أو للقصر. فنناشد الجهات التي يهمها هذا التراث أن تقوم بمساندتنا ومساعدتنا. 5 قرون مرت منذ بناء هذه التحفة المعمارية، لكن ثمة إهمال متواصل من قبل الجهات المعنية قد يعجل من سقوطها، خاصة بعد المناشدات المتكررة من قبل الهيئة العامة للآثار والمتاحف بسرعة ترميمه، إضافة إلى مساعيها لإدراج القصر ضمن قائمة مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو. يحتاج إعادة ترميم السور هذا الجهة والطلع، عندنا الجهتين الغربية والشمالية لهذا السور غير مطلية، وبالتالي فهي يعني تتأثر كثيرا عند هطول الأمطار، ولكن في هذه المرحلة هنا هذا الجزء قد ينهار بشكل عاجل فوق رؤوس المارة. يعني عندنا الطريق تفصل بيننا وبين الجامعة، الجامعة سيئون. يضم قصر الكثيري الذي كان مقرا لحكم سلاطين الدولة الكثيرية 45 غرفة إلى جانب الملحقات والمخازن، ويتواجد بداخله متحف يحتوي على الكثير من الآثار والتماثيل القديمة التي تعود إلى العصور الحجرية والبرونزية. حداد مساعد، قناة بلقيس، من مدينة سيئون.